محله. يلا بنحكي. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة حافلة بالخنازير، اتصالات مكثفة عن الخنازير. مرات يا اخوان بروح باللحمة، مرات بروح ببقى الخنزير يعني ماشي، لأنه بتعرف حال الحركة. أكيد احنا رايحين عند مزرعة غنم بيجي خنازير، وقبل فترة ضاربين نعجة وخنزير ضاربها وسطحها، وهذيك اليوم برضو الخنازير جيات عند أكل الفرس ضرباتها مكسحاتها في كفر النعجة. فعندنا الخنازير ملان، والمشكلة انها بتيجي على العلف وعند الغنم بدها توكل، بالاخص في الفترة هاي لانها والدة وبدها تخزن عليه، بالاخص الوالدين بيجين على الاكل. محلة هاي بصرخ ايه شوي من هاي الكشاف جنب هذا جاهز انساك منه جاهز. هاي من هان تعال شوف ابراهيم هاني لا بدنا من هاني زم هايو هان ولا تنزل عليها اسهل بس يبقى انزل شو اللي طار؟ عشو جاهز الطخ انت؟ أيوة مين؟ على اليمين على اليمين. شفته مني. شفنا كيف.